مين؟ لك يا واطي، انت واحد واطي. لك شو بدي؟ شو بني؟ لا تعلي صوتك، ضليت اكثر من ساعه لحتى نام ابو، مشان هيك بتوطي لصوتك، عم تفهم ولا لا؟ شوفي لك، إلي دهر مع ابوك، كل حياتي ما شفته بهي الحاله، كله بسببك. انا شو عملت؟ شو عملت؟ لك انت واحد ندل، لك ندل وجبان كمان. لك ما لقيت غير هند. لك معقول ما لقيت غير هند؟ والله ما بعرف. لا قعدت وتتحلف وتكذب، بعرفك كذاب. شو بكم؟ وانت كمان ولا، اذا بتزعج ابوك مره ثانيه رح ارجع ربيك من جديد. مره ثانيه؟ ليش انت كانت المرة الأولى؟ اسمع، انت وياه من هون ورايح ما بتزعجوا ابوكم، مهموم لفوق راسه المشاكل، مفهوم كلامي ولا لا؟ لك امي الله وكيلك، لو ما كنت متوتر انا ما بحكي معه هيك، صدقيني. ومن شو متوتر يا بعدي؟ لك مصيبة. مصيبة شو هي؟ لك مصيبة شو لا؟ عندنا بالوظيفة في واحد خاين ومعتقل، قرروا يرجعوا على الوظيفة. خاين ومعتقل ورجعوا؟ لك شو عم يخبسها؟ شو بيعرفني؟ لك يا جماعة فهموني، عم قلكم خاين ومعتقل، طلع من شي ست شهور قرروا يرجعوا معي وبالخصم نفسه. اسمعوا لاحيت، لا تفوتنا بالحيط، شي بتقول معتقل، شي بتقول خاين، شي بتقول معارض، فهمنا. ما هي نفسها يا زكي، نفسها. ليش هلا يعني انت حضرتك بتعتبر انه المعارض ولا؟ لحظة شوي، انت قلت انه طلع من ست شهور؟ ايه اخي من ست شهور. شو اسمه؟ والله ماني متذكر اسمه. يمكن من بيت. لك هلا انا جاي احكي من شان ابوكم، قلبتوا لي اياها طيخ وبطيخ، شو بكون؟ لحظة ماما شوي، شو اسمه؟ ماني متذكر لك اخي، ماني متذكر. يمكن من بيت الحسن، بيت الحسن. ابو زياد؟ ايوه ابو زياد. بعدين اخي هذا ممكن بتلاقي اسم حركي لإله. بعدين تعالوا، انت من وين بتعرفوا الاب زياد؟ لا هي لا هو لا ابوها لا وحده رفيقتي. ومين رفيقتك؟ هيلي. انت منين بتعرف هيلي؟ لك اخوك نورس بيعرف كل شيء بهذا البيت. تعالوا لا تقول لي هذا ابوها لهيلي. ايه ابوها لهيلي. قولي شبك جنين؟ لك قولي يا خرب بيتك. شو بك؟ يا خرب لك بسم الله عليه، جن الولد عن جد، مثل ما قال ابوك هاد واحد مجنون ما ضل براسه عقل. ماما ليش كنت عم تبهليني قبل شوي؟ انا شو عامل مع البابا؟ شو عامل مع البابا؟ انا اللي لازم اسالك. ليك مشان قصة الدخان؟ لا مو مشان قصة البطيخ، هاي بيعرفها من السنة الماضية. فكر السنة الماضية؟ لك مشان شو زعلان؟